بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد، خبركم حوادث، خبركم حتى من لا علم تركبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، كلكم من لا علم تركبه. بحيل ربي كلكم سلام كتلو وطبق كتلو. ربي لمن قتلين بأركز كم زيز رأخو مر استمالتيو بزعب حج كوينو قن كلاتنا بزعب حج سلز الرب عمتاوي كل جزيز لنسمعو منالبات أنا زل عقل علوز دلخون تايو بزعبا حج كوينو، لكن مع مس قصة إبراهيم عليه السلام مالتي مهناتو حج مالت بزح قصة إبراهيم ويدما تاريخنا إبراهيم نبي الله إبراهيم خليل الله عليه السلام سلا تتحزة بزعبو كل عنا ويدما بزعبو أنت حتى زاري مناسي بزح تناي مواقفنا حج زلو نتبتات كمان يلا عليو. سلازي بقو غيرنا إن شاء الله تعالى بزي مجمرتها كفال مجمر روموني تحرقو ربي فلت مالاتيو إن شاء الله كن قطلو تنات بيتات تسفاي قبر اسكي اللهم دانين عاية الرأي ننزلو تفيسبوك كم زاعتو خميري ان ننزلو تنتورك ناتين دعيلو ما عانت تسبقو يلن دمتو خميالو نقروني نتورك تسبقو يلن مسلني كم لك تحاول ان حد تبقى الله خوينو انا عاي وتصلينا بزي سبحان الله بوزحات قد ما متاو كي نغرنا تبلو عفا وريدة مالتي لو معنتي دائما تنزل لبزي بمستعان. طيب قال لهم دمت خمي الله ملكة المحابوني تنيت وركز حان ساعة ساعة بعلو عند انت خمزة هنا يفلت اوكي سكير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا الله اوكي طبعا الله طبعا لكم طبعا يهبكم اي ما تصنع بزي طبعا اي رأي ننزله نالبات تصنع حلو ما تصخون اي فلتكم خير ان شاء الله. طيب ابزل لكم طبعا الله طبعا لكم اقول لهم اهلا وسهلا اوكي شربل ويهم ومتان تخال اسبون كأتخو كاتاتلو بارك الله فيكم جزاكم الله خير. اوكي طبعا بزعبه ابراهيم عليه السلام كن زارب ندحر كوينا ابو الانبياء ابو ناي كلهم انبياتات كوينو اندغنا خاز فلت ابراهيم عليه السلام بطعمي نا ابراهيم عليه السلام بيرسوناليتي ندحر كن زارب ولو كوينا صراحه اب كل نغز اتيو يعني كن موطينا ان شاء الله قسقس ندابنا يعني كلهم انبياتات اتي هوتهم بطعمي مهاري كوينو لكن احنا ابينا شنخينا نتقملو اقداسي طبعا نسخ نفلت فنحنا خليل الله انا رب العالمين خليل مالت ربي زفوتو سب مالتيو فليا بيلو ني ابراهيم عليه السلام ابتي من اختناهاتو كبتصح زغبورو مالتيو الله سبحانه وتعالى كاب كل حزبي كاب كل ادم مريصون خليل الله ابراهيم ابراهيم كابتم حزب زقمت اللهم زنبرة خاني مستم حزب نهاتو تفعل لي عينة شنخات إمنة زنبرو بحلف خاني بزعبا كواخبتي أمن نيرم مالتهم بحزح بزي أبراج وي بزي كواخبتي بوي أمن نيرم نسوقن كم سب مت أنجانا خب بقول عنتهم كله خب نشتهم كله سي أي قبلوا نيرو تي ناي أمرنا يا ربي تي تخكل تفطر نهاتو تي نهاتو تفطر رب العالمين زخلقه أي قبلوا نيرو أحسن يعني رب العالمين سبت فطر نهاتو سي
ልክዕ እዚ ዝገብርዎ ዘለዉ ስትኽክል ኣይኮነን ኢሉ ኣይኣምነሉ ነይሩ። ንኣብነት ብጣዖት ይኣምኑ፣ ብከዋክብቲ ይኣምኑ፣ ብንጉሳት ይኣምኑ፣ ብተፈላለየ ዓይነት እምነተኛታት ነይሮም ማለት እዮም ቶም ህዝቢ ሽዑ። ስለዚ ረቢ ልዓለሚን ንኢብራሂም ዓለይ ሰላም ንሓደ ረቢ ዋሕዳንያ ናይ ረቢ ዳዕዋ ንክገብር ወይ ድማ ፀዋዓይ ንክኸውን ረቢ ልዓለሚን መሪፅዎ። ኣነ ኩሉ ሰብ ኣይኮነን ዝምረፅ ያ ረቢ ልዓለሚን ዝደለዮ ቦታ ይመርፅ፣ ዝደለዮ ሰብ ይመርፅ፣ ዝደለዮ ግዜ ይመርፅ፣ ዝደለዮ መላእካ ይመርፅ። ያዕኒ ብዙሕ ነገር ኣሎ ዝምረፅ ማለት እዩ። ኩሉ ሰብ ጠብዓ እቲ ኢማነኛ ረቢ ልዓለሚን ከስለ ዝመረፆ እዩ ናብ እምነት ዝኣቱ። ስለዚ ግን ተወሰኑ ሰባት ከዓ ስብሓና ላ ከም ኢብራሂም ዓለይ ሰላም ብዙሕ ነገር ንምሃር ካብ ሂወቱ ማለት እዩ። ኡማ እዩ ነይሩ ሓደ ሰብ ጥራይ ዘይኮነ ሲ ብጣዕሚ ክንዲ መላይን ክንዲ ኣሻሓት ክንዲ ህዝቢ ክንደይ ህዝቢ እዩ ዝኸውን ነይሩ። ሓደ ግዜ ኣየድልየካ ንብዙሓት ሰብ ከድልዩካ ሓደ ክልተ ሰለስተ ከምኣቶም ሲ ተዘብዝሓልና ረቢ ትብለሉ ግዜ ኣሎ። ምክንያቱ ዝበዝሕ ሰብ ፋይድኡ ካብቲ ፋይድኡ እቲ ጉድኣቱ እዩ ዝበዝሐልካ። ረቢ ልዓለሚን ኩሉ ሰብ ኣይኮነን ሓደ ገይሩ ከሊቆ ማለት እዩ። ኣሎ ፊናስ ስብሓና ላ እቲ ደረር እቲ ሽግር ተምፅኦ ናብዚ ዓለም ይበዝሕ ካብ ትጠቕሙ። ስለዚ ውሕዳት ጥቁዋት ክትረክብን ከለካ ወይ ክትርኢ ከለካ ያ ኣላህ ከምዚኣቶም ሲ ብዙሓት ወይ ድማ ሓደ 20 ሓደ 30 ዝህልውናስ ክንደይ ነገር ፅቡቅ ምገበሩልና ትብለሉ ማለት እዩ። እዚኣቶም ከዓ ከምኦም ነሮም ኩሎም ኣንብያታት ወሓደ ካብኣቶም ከዓ ኢብራሂም ዓለይ ሰላም ከሊሉላህ ረቢ ዝፈትዎ ማለት እዩ። ከሊሉላህ ከዓ ከሊል ማለት ሓደ ሰብ ብጣዕሚ ትፈትዎ ክትከውን ከለካ እዚ ከሊል ናተይ ትብሎ ማለት እዩ። ል ካብ ል ዝመፀ ማለት እዩ። ከሊሉላህ ይበሃል። ረሱል ስ ላ ሰለም ሓደ ካብቶም ኡሉልዓዝሚ ዝገበሮም ንኢብራሂም ዓለይ ሰላም ከዓ ንሱ ማለት እዩ። ሓደ ካብኣቶም ካብቶም ኡሉልዓዝሚ ኮይኖም ይብ። ስለዚ እቲ ናሃቱ ሲራ ወይ ድማ ናሃቱ ታሪክ ናሃቱ ዛንታ ክንሰምዕን ከለና ጠብዓ ኩሉ እዚ ካብ ቁርኣን ታሪክ ዝመፀ እዩ፣ ካብ ስነት ረሱል ሰለም ዝመፀ እዩ። እምበር ካብ ብባዕልና ንሕትዮ ገለ ሕካያታት ስኢልና ኣይኮነን ክንፈልጥ ዘለና ኩሉ ግዜ ቀሰስ ኣንብያ ክበሃል እንከሎ ታሪክ ናይ ኣንብያታት ካበይ መፂኡ ካብ ቁርኣንን ካብ ስነት ረሱል ስለ ላሁ ለ ወሰለም ዝመፀ ስለዝኾነ ካብኡ ተበጊስና ኢና ኩሉ ግዜ ንሕና ንሕኪ ማለት እዩ። ስለዚ እሱ እዚ ኣብቲ ናሃቱ ግዜ ከዓኒ እቶም ህዝቢ ተፈላለየ እምነት ካልእ ስለ ዝነበሮም እሱ ምስኣቶም ኣይተሰማምዐን ንዕኡ ክኣዝዎ ክቃፅልዎ ክንደይ ሽግር ኣሕሊፉ ማለት እዩ። ከም ነቢ መጠንሲ ኣብዚ ናሃቱ ታሪክ ክፈልጥ ከለና ኣብዚ ሓጅ ብሕልፊ ዘዘክረና ብኢብራሂም ዓለይ ሰላም ኩሉ ነገር እዩ። ሓጅ ክበሃል እንከሎ ሕጂ እቶም ሓጅ ዝኸዱ ጠዋፍ 7 ግዜ ክጠውፉ ኣለዎም። ኣሰፋ ወልመርዋ 7 ግዜ ክኸዱ ኣለዎም። እዚታት እቲ ረምየል ጀመራት ወላ እቲ ሚና እቲ ኩሉ ረሱል ዓለይ ሰላም ዝገበሩ ኮይኑ ግን ኣሎ ሜን ዝኾነ ታሪክ ከዓ ንኣብነት ከም ናይ መቃም ኢብራሂም ዓለይ ሰላም ከም ሓጀር ኣልኣስወድ እዚ ፀሊም እምኒ ንምንታይ መፂኡ ዘሎ ትማሊ ኣብ ምንታይ ላይፍ ከሎ ክሕቶ ነይሩ ንምንታይ ኹም ተኣምንዎ ዝብል እንሻ ላ ብዛዕባኡን ክንዛረብ ኢና። ሓጀር ኣልኣስወድ ፀሊም እምኒ ንምንታይ ፀሊም ኮይኑ ካብ ምንታይ መፂኡ ታሪኩ ንሱ ክንገልፅ ኢና። ናይ ባዕላ ናይ ካዕባ ክንዝክር ከለና ጠዋፍ ክትገብር ከለካ እዙ ሳዒ ክግብር እንከሎ ማይ ዘምዘም እንድሕር ዘኪርና ንኣብነት ሕጂ ናይ ግድን ኢብራሂም ዓለ ሰላም ሃጀር ከይተዘከሩ እስማዒል ዓለ ሰላም ከይተዘከረ ኣይከውንን ማለት እዩ። እንደገና ከዓኒ ኩሎም ኣንብያታት ደቁ ማለት እዮም ንኢብራሂም ዓለ ሰላም እስሓቅ ካብ ሳራ ወሊድዎ በቃ ከም ፋሚሊ ክንሪኦን ከለና ንኣብነት ኢብራሂም ዓለ ሰላም ምስ መጀመርታ ሰበይቱ ሳራ፣ ካልአይቲ ሰበይቱ ሃጀር፣ ወዱ እስማዒል፣ ወዱ እስሓቅ እዚኦም ያዕኒ ብዙሕ ፈተናታት ከዓ ኢብራሂም ዓለ ሰላም ክሕልፍ እንከሎ ብሓዳሩ ይኹን ብደቁ ይኹን በብኡ ይኹን ካብ መጀመርታ ክንመፀ ኢና ስብሓናላህ ያዕኒ ማንም ሰብ ወዲ ሰብ ሙእሚን ኮይኑ ከጋጥሞ ዝኽእል ሽግራት እዩ ማለት እዩ። ላኪን እሱ ከመይ ገይሩ ኣልይዎ እዚ ሽግራት እዚ ከመይ ገይሩ ዳዕዋ ይገብር ነይሩ ንዓና እውን ኩሉ ሰብ ዳዕዋ ዝገብር ማለት እዩ ንእስልምና ከርዲ ኢሉ ወይ ድማ ናይ እምነቱ ዘለዎ ከብፅሕ ዝደለየ ሰብ ከዓ ብከመይ መልክዕ እዩ ንሰብ ክዕድም ዝኽእል ናፍትናሃቱ ሃይማኖት ናፍትናቱ እምነት ዘምህረና ከዓ ብዙሕ ትምህርትታት ኣሎ ማለት እዩ ኢብራሂም ዓለ ሰላም። መጀመርታ ክንፈልጦ ዝግባአና ማለት እዩ መንዝለት ኢብራሂም ዓለ ሰላም። ሕጂ መንዝላ ማለት እንታይ ማለት እዩ? እቲ ቦትኡ ኢብራሂም ሲ ከመይ እዩ ዝሪኦ እስልምና ወከመይ ይሪኦ ረቢ ልዓለሚን ብዛዕባ ኢብራሂም ክዝረብ ከሎ ማለት እዩ። ኣሓድ ኡሉ ልዓዝሚ ኣልከምሳ ኣልኪባር ሓደ ካብቶም ሓሙሽተ ኣንብያታት ኡሉ ልዓዝሚ ዝበሃል። ኡሉ ልዓዝሚ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ሓደ ሰብሲ ብዙሕ ሽግራት ክመፆ እንከሎ ብዙሕ ሓላፍነት ክወሃቦ እንከሎ ንዕኡ ነቲ ሽግራት ማለት እዩ
ክኢልዎ በቲ ረቢ ልዓለሚን ዝበሎ ዝዋፅኦ ሰብ ክኸውን ከሎ ካብቶም ኡሉ ልዓዝም ኮይኑ ካብቶም ብዙሕ ሓላፍነት ዝተዋሃቡ ረቢ ልዓለሚን ዝፈትዎም እሱ ሓደ ካብኣቶም ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣኸዘ ሚንሁ ሚታቅን ቀሊዛ ረቢ ልዓለሚን ሲ ካብኣቶም ሓያል ጠንካራ ዝኾነ ፕሮሚስ ወይ ድማ ሓላፍነት ክወስዱ ተዋሂቦም ማለት እዮም። ስጋብ መጠረሽታ ከዓ ንክዋፅእዎ ረቢ ልዓለሚን እንዳለመኑ ማለት እዮም። ስጋብ መጠረሽታ ኩሎም ኣንብያታት ንሕና ኣብ እስልምና 24 ኣንብያታት ኣብ ቁርኣን ተዘከሩ ኩላቶም ብጣዕሚ ብረስፔክት ኢና ንሪኦም። ማንም ኣስላማይ ብዛዕባ ዝኾነ ነቢ ካብ ዝኾነ ኢንፎርማሽን ኣምፂኦ ሕማቅ ዛረብ ብዛዕባ ነቢ ዓብ ዘንቢ ከም ዝገብር ዘሎ ክንፈልጥ ኣለና። ኣይፍቀድን እዩ ንሕና ኣንብያታትና ንረቢ ልዓለሚን ንኩላቶም ብሕማቅ ክነልዕሎም ኣይፍቀደናን እዩ። ናይ ካልእ ሰብ ኣይግድሰናን እዩ። ንሕና ግን ከመይ ጌርና ንልዕሎም እዞም ኣንብያታት እዚኦም በቲ ቁርኣን ዝበለና ንሱ ጥራይ ኢና ንፈልጥ ማለት እዩ። ስለዚ ካልእ ከምዚ ኣብ ካልእ መፅሓፍ ከምዚ ትብልለኹም ኢሉ ንዝኾነ ነቢ ብዛዕባኡ ዘናእስን ዘካፍእን ዘይበሃል ቁርኣን ዘይበሎ ብዛዕባኣቶም ዝብል መፅ ኣለኹም ሕጂ ሪኦኩም ኣለኹ ተማም። ስለዚ ሸር በልዎ ኢኹም ንእግሪ መንገዲኹም፣ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ኣይኣተወን ብዙሕ ሰብ ዘይሰምዖ ክኸውን ይኽእል እዩ። ባረከላ ፊኩም ጠይብ ኣልበረካ ፊኩም ጠብዓ ኣህለ ወሳነ ፊኩም ኩልኹም ንስኻትኩም እኹላትኹም። ግን ነቲ ካልእ ሰብ ከዓኒ ኣይ ወረድክን ፅሑፍ ገለ ዝብለኒካ ሕጂ ስጋብ ሕጂ ዓንተ ወይ ይብሉ ደው ኢሎም ከም ኢሎምኒ ኣውሪደ ፅሑፍ ግን ናልባት ዘይበፅሖም ክኸውን ይኽእል እዩ። ዓላ ኩል ሓል ካልኦት ከዓ ዘይመፀኩም ዘሎ ከዓ ፈለው ኢልኩም እተው ሞኒ መታን ክመፀኩም ኩሉ ግዜ ክኣቱ ከለኹ ናብ ላይፍ። ስለዚ ባረከላ ፊኩም ኩልኹም ተሓባበሩ ጀዛኩም ላ ር ጠይብ። ስለዚ ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ኣንብያታት ከምኳኑ እቶም ኡሉል ዓዝሚ ዝበሃሉ ሓሙሽተኦም ክኣመን እዮም። ሓደ ኖሕ ዓለይ ሰላም ኑሕ ድሕሪ ኣደም ዝመፀ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ኢብራሂም ዓለይ ሰላም፣ ሙሳ ዓለይ ሰላም፣ ዒሳ ዓለይ ሰላም ወሙሓመድ ዓለይ ሰላም ማለት እዩ። እዚኦም ኑሕ፣ ኢብራሂም፣ ሙሳ ወዒሳ ወሙሓመድ እዚኦም ካብቶም ሓሙሽተ ኣንብያታት ኡሉል ዓዝሚ ዝበሃል እዮም። ኣብ ቁርኣን እውን ከምኡ ቀሚጥዎሎ ማለት እዩ። ስለዚ ዒሳ ዓለይ ሰላም ንባዕሉ ካብቶም በርዱ ብዙሕ ሓላፍነት ዝነበሮም ካብቶም ኣገደስቲ ኣንብያታት ንብሎም ሓደ ካብኣቶም ማለት እዩ። ኢብራሂም፣ ሙሳ፣ ዒሳ፣ ኑሕ ዓለይ ሰላም ወሙሓመድ ስለ ላሁ ዓለይ ወሰለም። ስለዚ የተረተብ እዚ ከዓ የተረተብ ባዕثهም ወሁወ ነቢይ አለذ ብተላሁ ላሁ ብበላእን ሙቢን ቢላ ፈውቅ ቁድረት ልበሸር ወጣቀት ልኣዕሳብ ረቕሚ ሕደት ሽዳ ወዓነት ልበላእ ካነ ኢብራሂም ህወ አልዓብድ አለذ ወፋ ወዛዳ ዓለ ልወፋእ ብልእሕሳን። ሕጂ ንምንታይ ኦም ኡሉል ዓዝሚ ተባሂሎም ብጣዕሚ ፈተኖኦም ሓያል ፈተና እዩ ነይሩ። ረቢ ልዓለሚን ክፈትኖም ከሎሲ ብኩሉ ነገር ፈቲንዎም፣ ብዘይፈተኖም ነገር ኣይነበረን። ገሊኦም ኣንብያታት ዝነበሩ ከምኣቶም ኣህለን ቢኩም ከምኣቶም ኣይተፈተኑን ማለት እዮም። እዚኦም ኡሉል ዓዝሚ ግን ብጣዕሚ ብዙሕ ሽግር ወሪድዎም ማለት እዩ። ብደቆም፣ ብገዝኦም፣ ብህዝቦም ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘይተባሃልዎ ዘይሕለፍዎ ሽግር ኣይነበረን። ስለዚ ኢብራሂም ዓለይ ሰላም ከዓ ሓደ ካብኣቶም ኮይኑ ረቢ ልዓለሚን ብኩሉ ፈቲንዎ፣ ግን እንታይ ዓይነት ተኣምር ዝኾነ ኢማን ነይርዎ፣ እንታይ ዓይነት ንረቢ ሰማዓይ ባርያን ተቐባላይ ባርያን፣ ልክዕ ብርነቱ ንረቢ ልዓለሚን ብሙሉእ ብሙሉእ ተዋፂእዎ ሲ ወሲኩሉ ከማን እሕሳን ገይሩሉ ናይ ኢብራሂም ዓለይ ሰላም ፍልይ ዝበለ እዩ። ስብሓንላ ግርም እዩ ዝብለካ። ንሕና ሲ ካብኣቶም ሲ ንመሃሮ ነገራት ብዙሕ ኣሎ እዩ። ወላ ካብኣቶም እንተዘይኮና ሲ ያ ረቢ ምስኣቶም ኣቅርበና ናብኣቶም እቶም ሳሊሒን ተፈቲኻ መቸ ምስቶም ሳሊሒን ኢካ ትኸውን። ሓደ ሰብ ልክዕ ከም ዝፈትዎ ነዞም ኣንብያታት ክንፈቱ ከለና፣ ንረሱል ዓ ሰለም ክንፈቱ ከለና፣ ነቶም ረቢ ዝፈትዎም ክንፈቱ ከለና ረቢ ከዓ ኣጅር ከምኡ ይኸትበልና ማለት እዩ። ስለዚ ከምኡ ነይሩ ማለት እዩ። وقد كرم الله تبارك وتعالى إبراهيم تكريما خاصا فجعل ملته هو هي التوحيد الخالص التي اتقى من الشوائب وجعل العاقل في جانب الذين يتبعون دينه. حجي ناي إبراهيم عليه السلام كأذ كله حد باريا نربي تأززو أمين له خير كله رب العالمين كأكرمه مالتي رب العالمين كأبزحنا قرقير له زدليو حتتات دعوة زقبرز لمنون ربي
نتهزبو نتهاجرو قال النبي خمسة لهم كندي دعواتات زغبروا رب العالمين مستجاب يرو لأنه كل ما ربي تنفتو كل ما ربنا حتت كل ما رب العالمين كاين من لسنا مالتي لك خمتوش تنا عند حد صاريو إيماننا تخكل نحر كونو ربي كلاتنا خم إقبرنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سلازي إبراهيم عليه السلام حدا كل جزء تذكره خلها يعني بزح نجر تزب لك مالتيو السوخ أنا إيه تنهات الدين توحيد توحيد مخانو يعني ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما رب العالمين حتى مسكر له يهودا ويان إبراهيم يهودي بلو نصارى خاني كريستياني بلو ويدما نصراني بلو رب العالمين قليلو إبراهيم يهوداوي أي كون نصار نصراني كون ولكن كان حنيفا مسلما أفوف زخوني وما كان من المشركين تتصم أبشرك زبهالسي كندزي أتأكل شرك هاي نبورون إبراهيم عليه السلام قانا كاب بقول عنا تخلو كاب بنقسنا تخلو فتا 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 نشتئ نيرو زيوم ما نأسي قانا مشان لو جحم زي وتسو دك عصر تربعة عصر تحمش تفتا زبهال قانا كجمرن كله ما لتكومي نيرو يعني مزخون لو خانكو خلق حلاف النت تواهيبوه اتي اتي زي تقبلوا مخانو خاني قانا بقول عنا تنكلو اتي شرك اي قبلني له مقبايو يقرميو سلازي وكان من فضل الله على إبراهيم أن جعله الله إماما للناس كأن دقنا دما توسخي إمام جيرو إمام مالت ليدر مالت مراحي مالت حجي نحنا كل جيزي إمام كبال أبحاد بوتا إناز مثلنا أبصلاة راي مثلنا أبصلاة راي كونن حدث سب إمام اللهم اجعلني إماما للمتقين إلو دعا جيرو نزم تقوى زلوم نزم فرحة ربسي ناتاتم مراحي قبرني مخنيات يوم القيامة كل واحد نناتو باندي راح يزغ متسيو ناتو باندير انا حماق توم حماق زغبر سبات كمان ببانديرهم لواء ناتهم لواء حزمكم زخمتهم رب العالمين مستمنا حق لواء مستمنا خير لواء حزنا نقرب ربي يقبرنا كلنا ناتو علامه ناتو تشرحو ناتو نزم حج بعصبيه بعنصريه كل جيزه زبلو خمتهم مساتهم كمان ناتهم حزم رب العالمين او تطو لهم بوقت حساسه يوم مالتهم هل ربي بو عزيزو دي عززن شعق فلطو مالتهم سلازي اقداسي نحنا كل جيزه متي رب العالمين تاي كم زدري خبانا خنفلت وجعل في ذريته النبوة والكتاب إبراهيم عليه السلام كاب بمولو زر إنهاتو بمولو زر إيه صالح جير له ربي أجر مكم بمولو زر إنهاتو كلهم أنبياتات كابناتو زر يوم إذا كلهم متحف تزمت كابناتو زر يوم كلهم أنبياتات دحرى زمت مع موسى مع عيسى مع الرسول عيسى كلهم نا إبراهيم أب حب أم مالتي بإبراهيم الرخب يوم كلاتهم سلزي ذرية إنهاتو جير له فكل الأنبياء من بعد إبراهيم من نسله فهم أولاده وأحفاده دكون 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 يوم إبراهيم عليه السلام سي كم زبل تسأله دكون 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 يوم كلهم أنبياتات كلهم يوم القيامة سي كوري عبك أخري إبراهيم عليه السلام أمها خليل الله فتونا يا ربي بك أتأمر رب العالمين هذا خليل زتبهل السوت رأيه ربي ناتي خليل زبوله مالتي فتاوية زفتوه له زمسكر له هذا إبراهيم عليه السلام كالي أسبي الله الرسول صلى الله عليه وسلم يفوتوا يا رب العالمين لكن نخلهم انبياتات يفوتهم تي خليل تبها لكن خليل الله يبها نعيد ما حبيب الله مالتي رب زفتوه مالتي سلازي اوكي سلازي خليل الله يبها مالتي مخنياتو كابتم رب العالمين زفتوه مالتي وكلهم زروا حتى إذا جاء آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم جاء تحقيقا واستجابة لدعوة إبراهيم التي دعا الله فيها أن يبعث في الأميين رسولا منهم رب إبراهيم عليه السلام دعا غيرونيرو نزم أميين سي رسول ناتهم زمهرهم كما تسخائلو حتيتو نيرو رب العالمين كأستجاب مستجاب غيرولو من يمتي محمد صلى الله عليه وسلم متأرشتا نبي مدم دمي نبي زمت أمالتي سلازي ولو مضينا نبحث عن فضل إبراهيم وتكريم الله له سوف نمتلئ بالدهشة يعني إتناي تكريم رب العالمين كم يجر وأخبره وكرمه وسي أنت دليناسي بتعمم تجرم النار يرنا إبراهيم عليه السلام لمنتاي نحن أمام بشر جاء ربه بقلب سليم لمنتاي إبراهيم عليه السلام أسلم كبهال كله أسلمت لله كم زخمانة تقرأ تقرأ يكونن كم زخمانة كم زخال دحر سبن من تاي موزي أخ جبران وأيك جبران دوم موزي زي حلال إن دي زي حلال يكون تنيز نايجدن كم مرة مري جبو عندي كم سلام أي مت أن جنسو
ነቲ ረቢ ዝበሎ ሲ ሰከንድ ኣይፀንሑ ነይሩ ኣሜን እዩ ዝብል ነይሩ። ንሕና ሕጂ ከመይ ኢና ኹም ኣሜን ደንብል? ሕጂ ሓንቲ ካብተን ኣኸዋት ደው ኢላ ሃለይ ነራ ቅድሚ ምእታዊ ዝደንጎኹም ንዑ እየ ሳሙሑኒ። እንታይ ኢሉ መስለኩም እንታይ ኢላት ንመስለኩም እዚ እዚኦም ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ሽግር ዝረኽባ ዘለዋ በቲ ኣምሪ በቲ ፍትሕ ሲ ሓደ ሰብኣይ ፍትሕ ዘይምሃቡ ኣስላማይ ፍትሕ ዘይምሃቡ ምዕላቆ ወይ ድማ ፈቲሐከ ይብላ ወረቐት ሂባን ብዙሕ ከምኡታት ሽግር ዝመፀ ማለት እዩ ድዩ። እዚ ጠብዓ ክንዛረበሉ ኢና ወተዛሪብናሉ ኢና ረቢ ፍርሑ እግሪ መንገድና ብዛት ኣንቱም ሰብኡት ሕጂ ኣብዚ ዓሸረ ኣዋክር ኣብ ዓፎን ዓሸረ ዙልሕጃ ዘሎ ንሕሰብ ኩላትና ብዙሕ ዘንቢ ከምኡ ኢለን ተዓሊቐን ዘለዋ ኣሕዋትኩም ኣስላም መጃኻትኩም ርድእዎን ኣብዚ ኸይር ስርሑ ኣብዚ ዓሰርተ መዓልቲ ሲ ኸይር ስራሕ ስለ ዝበለ ንባዕሉ ከምዚ ዓይነት ሽግር ዘለኩም ተላቀቁ ማለት እዩ። ክላውበኩም ይደልየኒ እግሪ መንገደይ። እንደገና ከዓ ብዛዕባ እዚ ናይ ኣርባዕተ ኣንስቲ ዕቆዱ ዝበልክዮም ሲ ሓደ ከዓ እንታይ ኢሉ ደው ኢሉለይ ሲ ሓንቲ ሓደ ድዩ ወላ ሓንቲ ንድዕያ ኣይዝከረንን ኣድሚ ብዙሕ ሰብ ስለ ዝድውል ዓፎን እንታይ ወይ ይብለኒ ሲ ሕጂ ዘኪሮ የ ሓደ እዩ ይብለኒ ኣርባዕተ ኣንስቲ ተመራዓዊልክ ሲ ሸር ግበርኦም ኣሰብኡት ክልልክ ኢሎም ሲ እቲ ናትክ ዘረባ ወሲዶም ሲ ኣብ ኩሉ ይብትንዎ ኣሎ ኢሉ ስሒቆ ኣነ ይረእኽዎን ቀዳማይ ነገር ድላዮም ክጥቀምሉ ይኽእሉ እዮም። ግን ኣነ ኣብቲ እስልምና ኣርባዕተ ኣንስቲ ክትምርዐው ሰብኡት ክምርዐው ይፍቀዶም እዮም ክብል ከለኹ ተዛሪበ እየ ክንደሻዕ መፃወቲ ኣይኮነን ሕኩ ኣሕካም ኣለዎ ክንዛረበሉ ኢና ዲፕሊኣት ኢና እንሻ ላ ብዛዕባኡ ኣልዒልና። ግን እንታይ እዩ እቶም ዝገብሩ ሰብ ከማነይ ረቢ ፈሪሖም በርዱ ዝገብሩ እንድሕር ኮይኖም ትክክለኛ ኣሰራርሓ ሰሪሖም ክገብርዎ ኣለዉ ክብል ነገር መንገደይ ከዘኻኽረኩም ይደሊ። ላኪን ኣብቲ መውዱዕ ኣቲና ስጋብ ዲፕሊ ንዛረበሉ ማለት እዩ። ሕጂ ብዛዕባ ኢብራሂም ዓለይ ሰላም ክመፅ እንድዩ ሳራን ሃጀርን ከዓ ነይሩ ንኦ ክልተ ኣንስትየን ነይሩ ንኦ ሕጂ ብዛዕባኡ ከዓ በርዱ ክንዛረብ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ረቢ ልዓለሚን ከዓ ንምንታይ ይከሪምዎ ለኣኑ ቀልቢ ናሃቱ ፅሩይ ስለዝኾነ ሰሊም ስለዝኾነ ቀልቢን ሰሊም ረቢ ልዓለሚን ካባና ዝደሊ ፅሩይ ልቢ እዩ ዝደሊ። ጥራይ ናይ ዝሰገድና ናይ ዝቀረእና ብዙሕ ናይ ዝገበርና ኩሉ ጠብዓ መጥሉብ እዩ ኣገዳሲ እዩ ኩሉ። ላኪን ውሽጥኻ ፅሩይ ዘይኮነ ካልእ ነገር ተገበርካ ረቢ ልዓለሚን ኣይፈትዎን እዩ። ረቢ ዝደሊ ቀንዲ ጥዑይ ቀልቢ ጥዑይ ፅሩይ ኢላ መን ኣታ ላሃ ብቀልቢን ሰሊም ኢሉና ረቢ ልዓለሚን ረሱ ሰለም ዮም ልቅያማ ላ የንፋዑ ማሉ ወላ በኑን ዝኾነ ነገር ኣምፂኻ ይጠቅምን እዩ ኢላ ፅሪቲ ቀልቢ ፅፍፍቲ ቀልቢ ኢማን ዘለዋ ተውሒድ ዘለዋ ንረቢ ትፈርሕ ቀልቢ እዩ ዝደሊ ረቢ ልዓለሚን። ስለዚ እቲ ኩሉ ግበርዎ ተባሃልና ንገብሮ ረቢናና ዒባዳ ኣድልይዎ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ መፈተኒ ክንፍተን ስለ ዝደለየና ብሕማቕ ይፈትነና ብፅቡቕ ይፈትነና። ስለዚ ኣብቲ ፈተና ከ ከመይ ናሓልፍ እዩ ግን እዚ ኩሉ ስራሓውቲ ንገብሮ ግን ነታ ልብና ንክትፀሪ እዩ ንሰግድ ንቀርእ ድዓ ንገብር ነስተቕፍር ነዚ ኩሉ ስለ ዝኾነ እዩ ነቲ ቀልቢ ምፅራ እዩ በረ ወላ ሓንቲ ካሊእ የብሉን ማለት እዩ። ስለዚ ረቢ ልዓለሚን ንኢብራሂም ዓለ ሰላም ከመይ ከም ዘፀበቀሉ እዩ ዘርእየና ማለት እዩ። ቀልብን ሰሊም ዝነበሮ የቁሉ ለሁ ኣስሊም ሓታ ቃል ኣስለምቱ ረብ ልዓለሚን ነብይ ወ ኣወል ምመን ሰማና ልሙስሊሚን ነቢይን ካና ጀደን ወአበን ልኩል ኣንብያእ ላህ አለዚና ጃኡ ባዕደሁ ነቢዩን ሃዲእን ሙተሳምሕ ሓሊም ኣዋሁን ሙኒብ። ያዕኒ ኣኽላቅ ናይ ኢብራሂም ዓለ ሰላም ሪኢኹም መጀመርታ ሙስሊሚን ኢሉ ዘውፀአልና ዝፀዋዕና ንስ እዩ ኢብራሂም ዓለ ሰላም። ወሊዛሊክ ንሕና ምስቶም ካልኦት ሃይማኖታት ዘይርድኦም ንሕና ኩሎም ኣንብያታትና ሙስሊሚን እዮም ነይሮም ሙስሊሚን እዮም ዝበሃሉ። ኢስላም ማለት እስትስላም ማለት እዩ ንረቢ ኣምየን ኢልካ ተንብርከኽ ማለት እዩ ምንብርከኽ ማለት እዩ ኩሉ ኣካልካ ኩሉ ነገራትካ ተንበርኪ ከለኹ ያ ረቢ ኣብ ትሕትኻ ኮይነ ተቀቢለዮ ኩሉ ዝበልካ ንዝበለ እዩ ኣስላማይ ዝበሃል ሙስሊም ዝበሃል እስትስላም። ድሓር ብናይ እስልምና መፅኡ ከዓ ንኢ እንደገና ኣራጉድዎ ማለት እዩ። ላኪን ካብ መጀመርታ ሙስሊሚን ዝፀውዕና ግን ኢብራሂም ዓለይ ሰላም እዩ። ስለዚ ሰማኩም መጀመርታ ኣቦ ኣባሓጎ ናይ ኩሎም ኣንብያታት ማለት እዩ። እዚ ነቢ እዚ ከዓ ንኢ ከመይ ነይሩ ሃድእ ዝኾነ ነቢ ጠባይ ጥዑም ኣዋህ ሙተሳምሕ ሳማሓይ ዝኾነ ዘቐፍር ዝሳምሕ ማለት እዩ ሓሊም ህድእ ዘበለይ ከምዚ ጨካን ኣይኮነን ሓራቅ ኣይኮነን ስብሓንላህ ኣዋሁን ሙኒብ ናብ ረቢ ቀልጢፉ ምልስ ዝብል ማለት እዩ። እዚ እዩ ዝመስል ነይሩ ኢብራሂም ዓለይ ሰላም የድኩሩና ረበና ዱልጀላል ወልኢክራም ኣምረን ኣኸር ኣፍደ ምን ኩል ማ ሰበቅ ፈየቁሉ ላ ዘ ወጀል
في محكم آياته واتخذ الله إبراهيم خليلا خمد زبلنايو أب قرآن رب العالمين سي واتخذ الله إبراهيم خليلا إبراهيم عليه السلام رب العالمين نعون تاجروا خليل جروا مالتيو أوكي سلازي لم يرد في كتاب الله ذكر النبي أب كتاب الله بقرآن مالتي ولا حرز ورد يلن بجكا إنه الله سبحانه وتعالى اتخذ الله خليلا غير إبراهيم إبراهيم ترأي بس قال يلن قال العلماء علماء انتهي لما مالتي الخلة هي شدة المحبة الخلة خليل مالت تاي مالتي بالطعمي حد يخطفته وخلقها مالتي إذا خليل ناتي تبلو خليل يعني من شدة المحبة لإبراهيم عليه السلام تراي مالتي وبذلك تعني الآية واتخذ الله إبراهيم حبيبا حبيبنا هتقول فتاوي مالتي رب العالمين فتاوي فتوى أتبقوا إبراهيم جيرو خليل مالتي واتخذ الله إبراهيم حبيبا فوق هذا القمة الشامخة يجلس إبراهيم عليه السلام عليه الصلاة والسلام إن منتهى أمل السالكين وغاية هدف المحققين والعارفين بالله أن يحب الله عز وجل أما أن يحلم أحدهم أن يحبه الله أن يفرده بالحب أن يختصه بالخلة وهي شدة المحبة فذلك شيء وراء أفاق التصور كان إبراهيم هو هذا العبد الرباني الذي استحق أن يتخذه الله خليلا سلزي يعني حدا سبسي أنا ربي فتي أخبر المبر أنا ربي فتوني أخبر أين خليلنا قوم أخبر نخلل أين خلل لأنه أين فلتني أنا ربي فتونا ولا يفتونا سلزي ما نمسب أنا ربي فتي أخبر اللي خلل مفتوخ أنا بتكبار وخر يتعر مالتي لكن ربي فتوكا يخبها لهم كله كم إبراهيم عليه السلام مالتي رب العالمين كم زفتو قلت قلنا بقرآن يعني لنا واتخذ الله إبراهيم خليلا سلزي بقلتي رب العالمين القرآن أوريده إنه الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام بتعمي بشدة محبة خمس فوته مالتي سلزينا إبراهيم رب مفتاو زرقينا كلهم أنبياتاتكم منهم قلنا إبراهيم كعز فليزة بلونتاي وربي خمس فوته قلت قلو خليل خمس قبرو بتعمي خب كله زفوته خمس قبرو نجيرونا مالتي كابز زبلس درجان تاي سبيد اللي نحنا كل جزئ نحل مننا مالتيو رب العالمين فتولنا يفتولنا دخون إذا نجر زيسي إذا نجبر زل الناس رب بس يفتوله ده سيبلو ده يخون يقبلنا دخون يخون كل موت كلنا معتز بشهادة الموت أي فلت كل جزئ بتشنقتنا يعني المؤمن كل جزئ بتشنقتيو لمن تاي يفرح رب قبلنا ندي رب فتول ندي ربي أكسبت قبلنا ندي ولا يقبلنا نيو يحسب لنا إنا جدا كأحسب لنا لو مخنياتو نزلت أمامنا أننا نقري لنا مالتي ولذلك كنفلت زاد لنا مالتي حال المشركين أبتناي إبراهيم قبل بعثة إبراهيم إبراهيم عليه السلام سي نبي إخا كيتبه هلا كله التخوناتات أبتهاجروا أبتهزبوا كمينيرو دحليلنا يعني لا يتحدث القرآن عن ميلاده أو طفولته ولا يتوقف عند عصره صراحة ولكن يرسم صورة لجو الحياة في أيامه فتبدو يعني فتب الحياة في عصره وترى الناس قد انقسموا إلى ثلاثة مالت دايركت كمزي بالدقيق زي كون بزعب إبراهيم عليه السلام هو تقول زي كون زنقرنا قلت جيزي خمي كمز نبرة السود شقرات زقات أمو خمي كمز نبرة ينقرنا مالت حجي إتي سأتي هزبي أبكن دي تمقيلو نيرو لقمز حجي أبزنا زلنا يبز علمنا مالتيو نحري إخمو قالي إسب انت يأمن نيرو بإمني بتأوت كم زحجة ابتفالة لعد زلو مالتيو تأوت صريحو كم ربي لهم زأمت أم ديو قلدي تأوتات مالتيو فئة تعبد الأصنام والتماثيل الخشبية والحجرية حجي بإمني تسرح له بعنج أيتي تسرح له مالتي بعلاتهم يسرحوه ربي لهم يأمت أو دحريو يسجدلو يحتوه يعني كل نقر إتي عبودية زبها الويد ما إتي أملكوت نتي تأوت يقبرو مالتيو بعنج أيتي يسرح بإمني يسرح تفعل علي نقر مالتيو سلازي زي أم حدا جروب نيرم مالتيو انتا يرئينا مالتيو اتوم كان أي جروب كعني اتوم فئة تعبد الكواكب والنجوم والشمس والقمر قالي أم كان تاي نيرو ني كواكب تيزا أمنو ني صحيزا أمنو ني تاي زبهل كواكب تيزا زبهل نجوم نجم خخب زين كواكب كاتن عبيت كواكب مالتين النجوم والكواكب يبهل والقمر ورحخ اي امن نيرو مالتهم قد ام سبات كا قوم نزي اني امن ونيرو
وفئة تعبد الملوك والحكام. قال لهم كأني نقوسات نوزم مراحيتات أملكوت زقبر مالتهم حجي. طبعا كل جيزة نحنا كي مثلنا أب تجزيهم تراي أب جزيهم تراي يكونن حجي خمان الله يو حجي كندي سبالو بمرحتو نتم مرحتي له مثالنا أبنته وتدر دي ولا حلاف دي ولا منستر دي ولا قلة دي نتينا هاتو لعلي زول حلافي قبلوا له زي قبرو نقر يلا يعني قتل تولى يقتل قال قبر تولى يقبر نحن عبش لما نقولكم يلا ولا حدا حلافي لعلي متيو حرام زخونا نقر قبر كبلون كله وتدر الشحر راي له قبر أي قباني كل جزء يعني لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق قمينا عبس لمنا ني حدا ما راح يخيلك ان كان زقون ان زقون يكون ولا ولادي خا تخبر سب اي كات تخبر جن بت حرام زقون ربي زي فوتو نجر اذا زكا خلو جبر كبلك خلو جن مثلا لو ما نمسب اي جبرن كبل مالتي لكن كم تئمنت ناس درجو كم تفرحتنا ناي ربي درجو جن ابز الدنيا ابز عالم كا يرى مالتي كن دي سب الله ولا اسلام اي كوين ولا قالو خوين ولا امنت الله وتبايلو خوينو لكن ابتي ربي زفرحو نو اي جبرن زغبروا له زبحال بوتاتات كن اي قدفني سو اللي يجبر لمنتاي تي ايمان لا تخكل سلازي يلا مالتي سلازي يوم ثلاثه فئه او ثلاثه عينت نيرو مالتي ابراهيم عليه السلام اب كم امنتاي عينت انفايرمنت ويدما كبابي ويدما خنوتات نيرو ولد ابراهيم عليه السلام ولد في اسره من اسر ذلك الزمان البعيد. لم يكن رب الاسره كافرا عاديا من عبدة الأصنام، كان كافرا متميزا يصنع بيده تماثيل الآلهة. وقيل أباه مات قبل ولادته فرباه عمه وكان له بمثابة الأب، وكان إبراهيم يدعوه بلفظ الأبوة. وقيل أباه لم يمت وكان آزر وهو والده حقا، وقيل آزر اسم سنة اشتهر أبوه بصناعته. ومهما يكون من أمر فقد ولد إبراهيم في هذه الأسرة. زخونا خوينو إبراهيم عليه السلام تفعل لي أقوال له مالتهم قال يوم تايبلو أبو نورمال أبو خمانا يكون النيرو خافتهم تقوت سريحهم زشوتو أفتح برة السبع نيرو مالتهم أسلازي آزر زبهل أبو يبهل ويد ما اتي تقوت نهاتهم آزر يبلو نيرو ويكا أبو من اشتو خلو مويتو جن حاوبو خما بوي لزسو عنيرو يبهل بتخوني بتخوني كابتهم فاميلي تندي الساتهم مسفح فحتي زنبرونا يتقوتاتن ناي شركن زنبرة فاميلي توليدو إبراهيم عليه السلام أبزي حبرة سبزي أبزي فاميلي زي حسبوا وتخيلوا رب العالمين نزح على فنتزي كهبون كله قال لي يكون المالتي سلزي أبزي خم زعينة فاميلي إنيرو تي نهاتو أبوها أني بتي خم عينة تسرح نير ماتي. رب الأسرة أعدم تح نحات يصنع تماثيل الآلهة، ومهنة الأب تصفى عليه قداسة خاصة في قومه وتجعل أسرته كلها مكانا مميزا في المجتمع. في أسرة مرموقة أسرة الصفوة الحاكمة حجي اتناهاتو فاميلي خان اي كابتم حرفيين ويد ما كابتم كم يمكن بلو منا كابتم سب بزنسات افتح برة سب سلزنوبرو كابتم لعلي بتسبات ويد ما كابتم قالو فاميلي تات زبهل مرجي مالتي إبراهيم عليه السلام كومي نيرو سلزي نهاتو بوتال لو مفتح برة سب مالتي من الصفوة الحاكمة إذا خون مالت كافتم جزأتي زبهالو بحد حبرة سب كم أتمات. من هذه الأسرة المقدسة ولد طفل قدر له أن يقف ضد أسرته وضد نظام مجتمعه وضد أوهام قومه وضد ظنون الكهنة وضد العرش القائمة وضد عبادة النجوم عبادة النجوم والكواكب وضد كل أنواع الشرك باختصار. سبحان الله إذا قال عزيزي حسبوا أمك إن دينا قد تقد زقاومو نقرا له مالتي أبز حبرة سب سي أمن تاي توليدو أب حد حبرة سب يعني نفاميلو خقاوم حد كان خم جمرتا جميرو نتي من قست زلخ خقاوم نتي بحبرة سب زلخ خقاوم نتي بملو يعني دارجا نتي بملو حبرة سب سي تقاوم ما يخون مالتي كم زين نزيه خاني كابتم أهل العزم حد زقبرم رب العالمين قال لي لا يكون ببو جميرو ببتسبو جميرو ندغنا ناب نغوس كاتو ندغنا ناب تحبره تسب كاتو نزو كله قاوم نزو كله كهنت انت عينت انرجي انت عينت طاقه يدليو خمو خانو كل هنا يرد انا مالتي سلازي ابراهيم عليه السلام قال لي الحلفنه تكون رب العالمين غيرو له مالتي مخنياتو ازون فاميلي زي ام كان اتي نهاتو فاميلي خا كابتم غزاتن كابتم وننتن كابتم سب بزنساتن ابتحبره تسب زنورو مالتي.
مرت الأيام وكبر إبراهيم، كان قلبه يمتلئ من طفولته بكراهية صادقة لهذه التماثيل التي صنعها والده. لم يكن يفهم كيف يمكن الإنسان عاقل أن يصنع بيديه تمثالا ثم يسجد له بعده لذلك لما صنع بيديه. لاحظ إبراهيم أن هذه التماثيل لا تشرب ولا تأكل ولا تتكلم ولا تستطيع أن تعتدل، لو قلبها أحد على جنبها كيف يتصور الإنسان أن هذه التماثيل تضر وتنفع؟ حجي إبراهيم عليه السلام طبعا كلهم دقناهم كله قال عمالتي أبت حبرت سو زلو أبت فاميلي زلو أبت جزا زلو بتعم يمزو سو استوعلو قال عدك نقربكم بتعم يمزعزبو بنا اشتقن كله كل نقر نقبره يمزعزبو مالتهم. حجي إبراهيم أحد خبأتهم بحلف نقح قال عند حر كوينو فتان قال عند حر كوينو نفع قال عند حر كوينو بتعمي حمزة حجب زقوان زلو قل عدسي بتعمي زقر مكا سبحان الله نزمنهم كل قل عدما نزمني إزولاد لك خمت حبرة سبو لك خمت رب العالمين سي كمتي زلو معبالة إزولاد مالتي نحن عند حراس تباهي لنا له نحن زنبرنا جنريشن قدمينا زنبرو دقنا خنرئهم كلنا دقنا خنرئهم كلنا سبحان الله كل جنريشن زولد نتي حبرة سبو دائما نتي زحلفة جنريشن يكونن ونعوي خا نحن خا عندك انا خنمهرم كلنا نتي نحن جنريشن يكونن بتي نحن تمهرنا يكونن كنمهرم زلنا كل جيزي انتايو ابت حبرة سب زول حجي انتايو تي تالنج انتايو تي ات مورنينغ وين ما تي شقرات زول بزي ابز وان زي انتاي كبت حلم انتاي 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 جيري انا نعاتهم اميراسي كل وز كل ساعتهم كبلا لنا بزح جيزي جن كم ولد دخم ينبلنينا تاينا نبل نحن أبوتاتنا زنبرو أديتاتنا زغبرو كم زغبرو مخناتو بطبيعة الإنسان فطرة الإنسان كومو سلازو خونا جن اندحر تمرت اللو خوينو فتان اندحر كوينو كحسب اللو أنا أبت حبرة تسب زعبيو زلو انتا ايت حبرة تسب زدليو زلو انتا اي لمتس اي خون دا أمبر أنا ندي اي مسل النيرا أدي ندي اي تمسل النيرا أدي أنا دي ادي اي تمسل النيرا كلاتنا دك اي كأنا عاي اي مسلانين دك انك أنا عاي اي مسلانين وهكذا كل جيزي نن بعلو حبرة سبع لو نن بعلو تجمعات لو نن بعلو تنقطات لو سلزي نحنا أيخن تبي بلنا كمان زي يكون لنا خن تبي بلنا بتخيل مثلا أبتزم أنا يوم حبرة سبع نايتهم شباب تجمعات كمان كن ردان بتخيل مثلا كن حق زمن بتسبق درجة خبطحون كن تعرى لنا مالتيو اللهم نبي أبز فيسبوك كيدو مثلني سبحان الله اوكي اللهم اوكي سلازي سلسلة سلا نقبر حالينا جميرنا يلنا طيب سلازي كل جزء كمتي كم زبلنا يا مالتي قلعة كل جزء سلازي استوعل يستوعل نيرو مالتي إبراهيم عليه السلام كأني بقول عو أنت رأيوسي وتم تم هزبس أنت يوم زقتلو نيرو زأمنو نيرو تعود يوم زأمنو نيرو حجي نت تعود كل يوم كلسي يجرمو نيرو بتعم يجرمو بعد الخسر يحيو حدا إمنا حدا تعود وحدا عند أي تسم دجنا نعوق تصدلو نعوق حتى أي بلعون أي ستيون أي زارون أو قلبت إن حرب بالكاية وبعلو خل علي كيلوني منها تطاوتي مني يا عنش أيتي ولا حنت هوتي يا بلون سلزي يقرمون يرو مالتي عفوا يقرمون يرو إبراهيم عليه السلام بتعمي كم يجرو يحسبون يرو مالتي يمارا مر نيرو كم يجي ما خون زلو زخون ودسب نحنا خماني أبزخون حبرة السبز متس أزعبنا يوم مالتيو ولافت فامي لحبرة السبز عبنا يوم بيت سباتنا بزحنا جر إسلام أو زي كنا نجر كنر إنك لنا تمارا ميرنا فلت أتبع لنا أمتينا كنك إير كم زلنا ناي جدا جديت أنا يخون مالتيو مناتو ناي بعلنا جديت أيو سلزي انتي كونو مالتيو إبراهيم عليه السلام تم جمر تام واجه هزمتس مالتيو قرر إبراهيم عليه السلام مواجهة عبدة النجوم من قومه فأعلن عندما رأى أحد الكوكب في الليل أن هذا الكوكب ربه ويبدو أن قومه اطمأنوا له وحسبوا أنه يرفض عبادة التماثيل ويهوى عبادة الكواكب وكانت الملاحة حرة بين الوثنيات الثلاثة عبدة التماثيل والنجوم والملوك غير أن إبراهيم كان يدخر لقومه مفاجأة مذهلة في الصباح لقد آفل الكوكب الذي التحق بديانته بالأمس وإبراهيم لا يحب الآفلين
فعاد إبراهيم في الليلة الثانية يعلن لقومه أنه أن القمر ربه. لم يكن قومه على درجة كافية من الذكاء ليدركوا أنه يسخر منهم برفق ولطف وحب، وكيف يعبدون ربا يختفي ثم يظهر بآفل ثم يشرق. لم يفهم قومه هذا في المرة الأولى، فكرر مع القمر، لكن القمر كالزهرة كأي كوكب آخر يظهر ويختفي. فقال إبراهيم عندما أفل قال سلزي انتاجيرو مالتي إبراهيم عليه السلام توم هزبو فليت أومالو قدامي نجر دعوة زقبر سبون كابزخ نمهار زقب أنا نحنا أبتحبرتو سبو انتا الشجرات كم زلخ فلت قديتها إمارتي مخناتو نزغير سب لو تخمت سدلي سب تغير كمت سب سدلي نجد اتميدا انتا كم زلخ فلت ألو مالتيو تاي زدليو انتا يو خنقيرون دلي مالتيو إبراهيم عليه السلام فليت أومالو زيوم ويت أوت زأمنيوم وي كواكب زأمنيوم وي دما ورح زأمنيوم حجي يكاير يوم تم هزبي حسب تتأمنوا تتأمنوا تسأجم أين بمر أين جبروا أين بروا من مالتي حجي حدا معلت انتهى لهم تكوكب مسرائيه تي أب 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 سماي مسرائيه مالتيو انتهى له جميل لما جمرتها أنا نز كوكب كم ربي رؤي إله أمي نجروهم مالتيو حجي تحوج يسمى مالتيهم أهم بقى زينا كواكب تأمانة إلهم دحين تكوكب مستفأ إلو متي إلوهم إذا أنا يتأفي عنديو أزي رب ناتي يكون عنديو أنا ناتي رب تأفأي ربي أيدلني إلو مالتيو ندقنا نتبحيتو ورح مسرعية ورح مسرعية خانين بقى إذا ورحيو إذا أكبريو أب آيات القرآن كله طبعا نذكر له إذا زعبي من البات إذا أزبلت أت إذا ربي له يأمين يبلون مالتي دحر ورح مسكنت كأخم تخالق خاني وإذا أون ورح خيدا بقى إذا أنا ناتي ربي كونن أنا ربي زخيد أي أيدلني له مالتي سلزن تايلو لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين نعيسي ربي بعلو نفتي تخكلن يا من قد تزي وسيدو النسي آنسي كابتم زت أفو أسبات خونية إلو مالتيو نلاحظ انت إلو مالتيو أنه عندما يحدث قومه عن رفضه للألوهية القمر فإنه يمزق العقيدة القمرية بهدوء ولطف حجي إتي مجا بتنهاتو تاكتيك رئيخ مدوني يعني كم نبي كم دعوة زقبر نهزبوسي ماتيو نعبنا تحجي قالو أبانا نعبنا تحجي قالو دعوة زقبر سبات كيدوم نتم حمق زقبر بكا وي بحيلي ويسخاتكم جهنم كتاتو يخوم ويقلي ويسخاتكم كأخم زيخوم يبلو مالتي حدا سب نايقدن أبوزوح عمتات زقبرو الإمنات كيدكا بحان سب تغير كتبلو بتاع مخبيدو انتاي دا بتاكتك أسبق أسيخ أخطو منو تخيل ولا أبتقي قان لها اللوسي بحان سب يكون كان تقاقي خاج كاتا أشوف كتبورة تخيل فانتاي قيرو نسوك أسبق أس نتم بكواخب تزامن زنبرو إذناتكم إمنات تخكل كم زي كونيلو مجمر تأمينيلو ومدحر يقن إذن أنا يموني إيه التعقيد أنا توم أفريس اللهم مالتي كم يجي لكم نحال زمان إزخي تأمنوا مالتي لو سلزي تخكل هاي كونني لو مالتي مصر أيونا يورحون كم إلو ما تقرشتوا أنت هايو مالتي لإن لم يهديني ربي نبنا عين دحر نبتغ تخكل من قد تزير إني لأكونن من القوم الضالين أنا خبتهم طفأت زخونه حزبك خون خليه إلو مالتي سلازي فإنه يمزق العقيدة القمرية بهدوء ولطف كيف يعبد الناس ربا يختفي ويقفل لئن لم يهديني ربي كم يجيرو حدا سبسي كوخب زمت زخيدسي كم يجير كاتأمنو ورح نبعلو ولا كوخب نبعلو يفهمهم أن له ربا غير كل ما يعبدون غير أن الفتنة لا تصل إليهم مالت أنا إذا أمنو ربي سيلو فتصوم كبزناتاتكم ربك خون أي كئلني لو مالتي قن كبا يزقبر زولا يلفتهم يعني نعاتهم سي كم زستو علو حنقولهم كم زتقاموا لي قبرو مالو سخاتهم كم زتقاموا لهم أنا قن كوبا عينة ربي ناتي رب خونا يكلنيو ناتي فتقار كوبا خونا يكلنيو سلازي كستو علي قبرو مالو مالتي ويعاود إبراهيم محاولته في قامة الحجة على الفئة الأولى من قومه عبدة الكواكب والنجوم فيعلن الشمس ربه حجي نقول لهم بب حدا غير مالتهم نتوم كواخب تزامنو نتوم او رح زامنو نتوم صحي زامنو قس بقس اندا غبره نقول لهم حجه كم زهلوهم غيرهم مالتيو ما ترشتو تورحي زعابيه كم خانو يلو مالتي مجمرتا وما ان غابت الشمس صحي مسكده حتى اعلن براءتهم من عباده النجوم والكواكب صحي مسكده انتايلو مالتيو انا ولا صحي ولا ورحي ولا كواخبتي اي امنين يلو اجهدو نغيرهم مالتيو فكلها مخلوقات يعني تأفل وأنها جولته الأولى بتوجهه
وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا ليس مشركا مثلهم عرسو كان مجمر تانتاي لهم مشرك كم زي كونن نعاتهم كاستوعلوا تراي دعوة قبرهم دا إمبري نسو كان مجمرتو لا تأمن ولا تأمن إبراهيم ناي حناي ناي ورحي أماني ناي كوخا وخبت أماني ولا ناي تحي أماني يكونن قل نعوهم كاستوعلوا متان قومي لهم مالتي مخناتو دعوة قبرهم كلسي بحسب كردو دليماتي ولذلك القرآن كان يقرنا ماتي استطاعت حجة إبراهيم أن تظهر الحق وبدأ صراع قومه معه لم يسكت عنه عبدة النجوم والكوكب بدأوا جدالهم وتخويفهم له وتهديدهم وردوا إبراهيم عليهم قالوا حجين تايلم مالتهم طبعا أي تقبلوهم إبراهيم عليه السلام كم زمت يخزاربهم كله أي قبلوهم تايلم مالتهم أب سورة الأنعام أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون إذي أبصرة الأنعام آية سمانين حدا مخناتو كاتعو وجميرو مالتهم كمي غير كاسخا نحنا زن أمنو خمزي كاب قدم سأل حزن بري حدش هيمانة تمسألنا حدش أمنة تمسألنا قال ملا جميرو مالتهم ساتهم سلازي السخا أنتاي لو مالتيو أتحجوني في الله أنا نعيس خاتكم سي بناي ربي تكاتعوني بمن بأ الله سبحانه وتعالى خلقني وقد هدان نعي ربي هديني لها اللو ولا أخاف نسخاتكم بتناتكم امنت تأمنوا انا افرحني له ولا اخاف ما تشركون به نسخاتكم كم مشركينكم امنتي كونكم ان ربي سي شرك تقبروا لكم اليوم الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما سلازي افلا تتذكرون اي تحسبونكم نسخاتكم نسخاتكم يوم تقاقي زلكم اليوم نعي كتقاطعوني نعي دليل كتمتقوا لي انا ندي نعي ربي زهديني انا ندي ربي زفلت في اليوم مالتي وكيف اخاف ما اشركتم انا نسخاتكم مغناتو يلوم يوم زيوم طاوت نعاخ نطق قايوم شجر كم صل كايوم كوم يوم زبلو نيرم كاب قدم جن نخنا نصل كاينا نسحر كاينا خمس نغبر كاينا ضعيف سب كوم يزبل بربي تا امامنا غير حنت زفرحو نغير يبل ولا زيوم سب سحرتي ولا دجالين ولا حماق قبرتي قل لي يصيبنا الا ما كتب الله لنا ربي زي كتب لنا طرا اذا غاطمنا زكون نخونو ربي يبصحكم تيلونا وي بو خفتنا نتا دريم بر ما نم سب حيد يبل ولا ما نم شيطان ولا ما نم سحاري ولا ما نم جن زقاصاصر حيل يقول كله حيلنا يا ربي سبحانه وتعالى سلازي قومي لو مالتيو وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله سخاتكم دا فرحوا نربي شرك زغبركم منبر انا ناتكم دا اتاي زفرح لني لو مالتيو اشركتم بالله ما لم ينزل به سلطان عليكم سلطانا منم رب العالمين زي وردو زي منو زي بلكم سخاتكم اكي سرحت قبل زلهم سخاتكم منهم لو مالتيو فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنت تعلمون سلازيس من أنا إنا هنفرح زقبعنا من أنا إنا أمان كسب معنا زقبعنا مس ربي زلوي أمان كسب معه زقبعه مس تقوت مس إمني زأمن مس شرك زقبره اللو قن سيخ فرح زقبعه لأنه تصبح نقوه إذا تقوت إذا شيخ عبد القادر فل جلاني وإذا إكال بدوي وإذا إكال شيخ انتاي لو منتاي لو كل سب شرك زقبر زلو أي تغمون يوم يوم القيامة تطوكم الكل قدم ربي تمريتنا يا ربي تسمعينا يا ربي تجنانا يا ربي جهنمنا يا ربي إتي هيوتنا يا ربي إتي موتنا يا ربي كل زقبرة رب العالمين كم يجي الكاسخة مسكالو أتفوت أرات كمخة نعاتهم شركة قبر الله حادة خمخة ودي سب زنبرة بزو الدنيا سي حمسة عمد سوسة عمد تقميتو أب تحت مريت آتي سي نسخة خير كانت تحت مريت زولة حق زني الكاخت لمنو شركي ويد ما تقوى تقميتك أب قدميخة نعوه حق زن اختبلو هيوت السكوة زي هابكا السكوة زي فتركا سلازي يلوم مالتي صحاتكم دا تفرحوا يقبعكم بر انا دا اتاي زفرح لني انا دا مستي الله سبحانه وتعالى حيال زخونو غويتا سلا تصقع زفرح نغير يبلون مالتي بارك الله فيكم جزاكم الله خير يلوم مالتي دحريو فاي الفريقين حق بالامن ان كنتم تعلمون تفطوا تخونكم سي من انا خفرح يقبع الناس تستوعلي يقبعكم يلوم مالتي سلازي لا نعرف رهبة الهجوم عليه ولا حد الصراع ضده ولا أسلوب قومه الذي اتبعه معه لتخويفه تجاوز القرآن هذا كله إلا رده هو كان جدالهم باطلا فأسقطه القرآن من القصة وذكر إبراهيم المنطق العاقل كيف يخوفونه ولا يخافونهم أي الفريقين أحق بالأمر
بعد أن بين إبراهيم عليه السلام حجته يعني لفئة عبدة النجوم والكواكب، استعد لتبيين حجة عبدة الأصنام. أتاه الله تعالى الحجة في المرة الأولى كما سيؤتيه الحجة في كل مرة. سلازي رب العالمين القرآن انتاي لو ميم هدي دومو انتاي زبل قال من الزرزر اي نقرنا جن مرسي ابراهيم عليه السلام انتاي لو خمز مل سلم جن القران اقميتنا مالتي سي تقداس لانه القران بزح جزين اي زخونه انبياتات ندحري اخم ديتيل كم استدقق اي كون انز نقرنا تقند قند زد اللي نقرات قصاتات نقرنا مالتي احاديث نعوز من الاخ هو خيلي، لكن نحنا تفاصيل ابنا تبقال اهي مونتات كل خيل نحنا نعنا اي ملكتنا لي مثلا استسمع معي قصه القران زلو حاله تخوينو تصبق سيه منم شجر يقول لهم على تيو بنهاتهم أمينا مالتها يكون الجن زرخ بنا حدا نتفق خلو خلو تصبو تقمي الله يعني خم زرخ بنا مالتيو دير رخ بنا نجر دحر الله ديتيلز نجرونا تخوينهم جن هل نحنا ساتم سلز نجرونا نقبل مالت أي نقبل متأوينا نبل ستوب ولا حنتي نبلن تخكرين أي نبلن جيجا أيو أي نبلن جلا أي نبلن نمن تاي نحنا معلومات information زي ما تقلنا بزعبا ناي أهل الكتاب مالتيو إذا أب قرآن زي ما تقلنا تراي كابو تبجسنا إنا نحنا مسؤوتهم مسأتهم كل لاي كتاع كنقبل نخيل كابو تبجسنا إنا جدال كنقبل نخيل وجادلوا أهل الكتاب بالتي هي أحسن إلو نا رب العالمين. أما كابو زو تسجن نحنا بنهاتهم أين كت أين ختلن مسأتهم بنهنا أي ختلن يوم لا أيها الكافر لا عبدوا ما تعبدوا ولا أنتم عبدنا ما عبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عبدنا ما عبد لكم دينكم ودي ولي دين توديو إذا قلت زخونة دين قلت قلنا مالتيو سلازي إبراهيم عليه السلام على نزوم ناي كواخبتن نزوم صحين زأمنهم بخمس ملكع أفحموهم مالتي بقى وقتي رتيعوهم منهم كبولا أي كألون اندقنا خانا بتم ناي تقوتات كأني خمتسوي مالتيو لكع خمتي رب الجمر تارب زعوته أبتدى حيون كعوت كمخانو يرينا مالتيو سبحانه كان يؤيد إبراهيم ويريده يعني ويريه ملكوت السماوات والأرض لم يكن معه غير إسلامه حين بدأ صراعه مع عبدة الأصنام. هذه المرة يأخذ الصراع شكلا أعظم حد أبوه في الموضوع. هذه مهنة الأب وسر مكانته وموضع تصديق القوم وهي العبادة التي تتبعها الأغلبية. حجي أدخل أي درجة مالتيو نتأتهم مسودة نعم منك ما تسمالتيو نتهم تأوت إمني وإذا ما بعنش أي تسرح وزنبرو إذا خامنيو قندي أبتي جزءه زرح مالتي أبو مالتي خمس بنايو أزر بتنهاتو بتا أبو استبها لخن كيد ندحر كوينا السخاء قوم مسرحو خا أبت حبرة سبسي فل زخانة كابتم إلي تزبهالو أبت حبرة سب زنبرة أبو مالتي وحجي تي مستحبرة سب كتع جميروس ندجنا خا خابوشت إيه كل جزء خا تقرأ خا أبت جزء خا زلو إزبرت عكا مالتي يعني ندحر استبهلنا لو حجي تزقان إلكا تزحس ذلك أب تصب بتادخت بتسحلها أب تصب درجات أخت بتسحلها كأندي تمنها تكام تم كأربنا هتك ورب العالمين حتى نجيرنا مالتي يوسف عليه السلام رأيهم أحواتي أم كأندي زقان قلوا مجمرته ده كبو لمن تاي نعور رب مريت سويلهم أنا أت نابك قتلون نابك ده حسب زمان مالتي رسول الله عليه السلام مجمرته تقاوم حبوي أبو لهب تبا لك أن هذا جمعتنا يلوه تبت يد أبي لهب وتب إلى يوم القيامة زنب مالتي سلزي كل جيزة رب العالمين إذا ناي بيتسب ويناي قربة شجرات بتعمي خبيديو عب حلف النت زلوايو وساتهم مجمر تطلع أتخادك خات على أتخا خوني خو اليوم يعني لنا رب العالمين وإن من أزواجكم وذريتكم عدو لكم فاحذرهم تطلع أتخم خوني خو اليوم مخناتو كبر بزر حق خان دحر كونم تطلع أتخا ما نم يكون أبوها أديها سبيتها سبأيكا دكها كبر بزر حقها تخونهم زعتم تلاقي يوم فتو تخونه أي كلونه ولا دم كا يخونه ولا نيبع الخدك هذا ولد كا يوم يخونه أفتنا تخام سرب بنحر كونهم زعتم تلاقي يوم تخون زلوا سلزي كل جزء زمهرنا من تأي كابتم أمبياتات متى نحنا خين قرم نمن تأي نعنا ونكم زي وردا لنا خين خين بالمتى سلزي أب كم زيت أتوكون برأينا درجة ساعات كيدنا لنا أبزمة أنت إخوان زلوا كفال نتبي خلته مالتيو إبراهيم عليه السلام مسبقه من نحن نحو ويدما مواجهة ويدما أنت إذا بهالمواجهة مالسي بتقرين أنت بهالمواجهة
ፌስ ቱ ፌስ ክትራኸብ ከለኻ ወይ ድማ ምግጥጣም ወይ ድማ እንታይ ዝበሃል እንድዕሉ ጠፊኡ ንብትግርኛ ስብሓን ላ መዋጃሃ ማለት ሲ ክትብል ከለኻ ማለት እዩ ሓግዙንባ መዋጃሃ ክልተ ሰብ ንኣብነት ሲ ክዋጃህ ከሎ ማለት እዩ ዋጃ ይበሃል እዩ ትግርኛ ከማ ዋጅኻዮ ዶ ይበሃል ምሽ ገለ ከምዚ ከምዝሰሚዐ ከምዚ እከለስ ከምዚ ኢሉኒምሽ ይበሃል መዋጅኻዮ ዶ ተዛሪብካዮ ዶ ረኪብካዮ ዶ ይበሃል እንድዒ ይበሃል ይመስለኒ ከምኡ መዋጃሃ እስከ ነገሩን እንድሕር ኣለኹም ትግርኛ ንፍዓት ኣብዚ ንዓይ ከማ ትግርኛ ንፍዓት ትግርኛ የጥረይ ኣለኹ መቸም ኣነ እኳ ትግርኛ ይነበርኩን ትግርኛ ብዙሕ ይክእል ነይረ ስብሓንላህ ሰበብ ሰበብ ኮይኑ ጠይብ ኣለኹም ዶኒ ኩላ ህዝበይ ደቂ ሳ ትመስል የላን ጠይብ ኣብዚ ጠጠው ክነብል ኢና ካልእ ግዜ ምስ ወዳእናያ ምናልባት ናይ ቴሌፎን ዕድል ክንከፍት ኢና ሙዋጃሃ እንታይ ማለት እዩ እንታይ ይበሃል ገፅ ንገፅ ወ ምርኣይ ኦኬ ፀቡቅ ዚዙ ስለይማን ገፅ ንገፅ ወ ገፅ ንገፅ ምሰብኡ ሲ ገፅ ንገፅ ተራኪቦም ሲ ኣብቲ ሽግር ሲ ክዘራረብ እዮም ማለት እዮም ሕጂ እቲ ፋይት ዝጅምር ብትግርኛ እውን መዋጃሃ እዩ ዝበሃል ወይ መዋጃሃ ንሕና ንጥቀሚ ኢና ወፅቡቅ ኣለ እታ ዓረብኛ ቃላ ክትከውን ትኽእል ኣለ ኣ ዓረብኛ ቃላት እኮ ብዙሕ ኣለ እዩ ትግርኛ ከማ ስለዚ ከምዚ ዝመስል እንድሕር ምናልባት እቲ ዝበለፀ ምስ ኣበልናዮ ኩሉ ምስ ወዳእና ብናይ ቴሌፎን ዕድል ንከፍት ግን ሸር በልዎ ኢኹም ለኣኑ ብዙሕ ሰብይ ኣተወን ፀይሙ ስለ ዘሎ ክኸውን ይኽእል እዩ ደኺሙ ባረከላ ፊኩም ንስኹም ዝነበርኩም ከማ መሬም ኦክሶዶ ሜው ቲተር መሬም ትበሃል ኣላብዚ መሓዛ እያ ኣልባንያ ግን ስቂላ ትርኢ ኣላ ማለት እያ ኩሉ ግዜ ትብለና ና ይርዳእንን እዩ ድሜ ፋስ ድፍሽቶሪ እንተ ትግርኛዋ ሄልሳደይ ድወዲን ፋሚል እዚኣ ደስ ኢልዋሎ ምሳናኣትያ ስቂላ ትሰማዕ ኣላ እምበር ትግርኛ ይትኽእልን እያ ፈሰላም ክብላ ደልየ መርየመ ብርሻ እያ ትበሃል ኣብ ዘላ ኦኬ ባረከላ ፊኩም ጀዛኩም ላ ኸይር ኤልሳ ሕጂ ኣትኺ ክንወፅ ኢና ንሕና ጓዕ ድሓን መፃኺ ዝኾነ ኮይኑ ኩልኹም ኣብ መላ ዓለም ትርከቡ ባረከላ ፊኩም ጀዛኩም ላ ኸር ደው ኢልኩም ይኹን ወላ ፅሒፍኩም ትኾኑ ሞራልን ሓቦን ተውህቡኒ ብጣዕሚ ከመስግነኩም ይደሊ ተኸታተልዎ ኢኹም ኩሉ ድሓር ከዓ ከዘኻኸረኩም ዝደሊ ናይ ሓጅ ኩሉ ናይ ቀሰት እብራሂም ዓለ ሰላም ተፈላለየ ኣብ ዩቱብ ቅድም ዝወረደ ማለት እዩ ኣሎ እዩ ብድምፂ ጥራይ ምስ ስእሊ ኣትኹም ሰምዑውን ክደግሞ ደስ ይብለኒ ንሕና ከዓ ሕጂ እዚ ብከምዚ መልክዕ ኣብኡ ግን ናይ ሓጅ ዕሙም እንታይ እንታይ ከም ትገብር ግን ገሊፀ ነይረ ቅድሚ ሕጂ ፈባረከላ ፊኩም ወጀዛኩም ላ ኸር ኸይር የስራሕና ረበና የተቀበል ምና ወሚንኩም ሳሊሕ ኣልኣዕማል ኣክሪ ዳዕዋና አልሓምዱላ ረብ ልዓለሚን ወሰለ ላሁ ዓላ ነቢና ሙሓመድ ዋዓላ ኣሊ ወሳሕቢ ኣጅማዒ ናስር እውን ሕጂ ኣቲኻ እንዳወዳእና መርሓበን ቢክ እንሻ ላ እስከ ደውለለ ኢኻ ሕጂ ርእካ ክድውለልካ እንዳበልክአ ነረ ባረከላ ፊክ وجزاكم الله خير سبحان الله وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته